السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله الفيديو مخصص للصف الثالث الإعدادي. هنتكلم النهاردة، بنكمل مع بعض جزئية situations اللي هو قلنا عليه سؤال جديد عندنا السنة دي، مشينا مع بعض فيه في الوحدات الأولى من وحدة unit 1 و 2 و 3 إلى ما وصلنا النهاردة إن شاء الله ل unit 8 الوحدة الثامنة. بنتكلم فيها، اتكلمنا بس على situations، ما اتكلمناش على حاجة تانية في الوحدات غير situations عشان نبقى مركزين على السؤال الجديد اللي عندنا. قلنا عندنا السنه دي سؤالين جداد، ده من ضمنهم اللي هو سؤال السيتويشنز. في كل فيديو فيه بفكركم احنا كنا بس بنتكلم على جزئيه الموقف، وبناخد في اخر الفيديو تدريبات عليه عشان نشوف السؤال بيجي عليه ازاي. بذكركم ان انتم معاكم قناه الانجليزي اسهل مع مصر سامي، ما تنسوش الضغط على الزرار الاحمر سبسكرايب عشان الاشتراك، وكمان تفعيل رمز الجرس عشان يوصلكم الجديد بتاعنا. وبالنسبه لصفحتي على الفيسبوك الانجليزي اسهل مع مصر سامي، متابعه واعجاب بالصفحه، وكمان ما تنسوش صفحه انستغرام سارة سامي مكتوبة بالانجليزي سارة سامي 825825. تعالوا نشوف مع بعض. هنتكلم على النهاردة التحدث عن المشكلات، talking about problems، التحدث عن المشكلات، ازاي اعبر عن المشكلة. وكمان هناخد في بقية الفيديو السؤال عن المشكلة وعرض المساعدة. يبقى انا عندي في الفيديو ده ثلاث حاجات: ازاي اتحدث عن المشكلة، ازاي اسأل عن المشكلة، ازاي اعرض المشكلة. كل ده هنتعلمه النهاردة مع بعض في الفيديو بالانجليزي بإذن الله، وهنتدرب بإذن الله تدريبات بسيطة في آخر الفيديو عليه. طيب تعالوا نبدأ كده مع بعض. بيقول لي ازاي اتحدث عن المشكلة لثلاث طرق. بتحدث عن المشكلة بثلاث طرق. أول طريقة بتقول لي فيها إيه؟ بتقول I am afraid that، أخشى أن، أو أنا خايف، يعني مش بمعنى الخوف، بمعنى إن أنا مش عايز أضايقك، ده في مشكلة بس أنا مش عايز أقول لك عشان ما أضايقكش، بالمعنى ده. يبقى I am afraid that، وبقول بعدها الجملة اللي أنا عايزة أقولها، جملة كاملة. طيب الطريقة الثانية I find it difficult to، احنا عارفين ان حرف الجر to بيجي بعد الفعل دايما في المصدر. I find، وجدت، I find it difficult to، بعدها الفعل في المصدر، infinitive يعني المصدر، يبقى اجد من الصعب ان. ايه الطريقة الثالثة عشان اتحدث عن مشكلة؟ بقول فيها the trouble، المشكلة is that، يبقى انا بقول ايه؟ the trouble is that، او اقول the problem، trouble يعني المتاعب، problem يعني مشكلة. لا، إما أقول the trouble is that أو أقول the problem is that، وبعدهم جملة كاملة، يبقى المشكلة هي أن. يبقى التلات طرق زي ما أنتم شايفينهم قدامكم كده، دول اللي لما أقول أنا عايز أعبر عن مشكلة أنا مريت بيها أو أنا شايفها. تمام، تعال نشوف اللي بعدها. إزاي أسأل عن مشكلة؟ asking about problems، asking about problems، أسأل عن مشكلة. أسأل عن مشكلة برضو عندي بكام طريقة؟ بثلاثة، كلهم أسأل أسهل من بعض. ممكن طبعا أختار طريقة من التلاتة. أنا عندي ثلاث حاجات في سواء في التحدث أو في السؤال، وكمان لسه هنشوف في عرض المساعدة بتاعتنا عشان نحل المشكلة برضو فيها ثلاثة. طيب ممكن أختار واحدة وأبقى حافظها قوي، بس في نفس الوقت أبقى عارفة إن بعد كل واحدة بعدها إيه، دي جملة كاملة، دي infinitive، دي جملة كاملة، دي حاجات مهمة هتفيدنا برضو. طيب تعال نشوف هنا السؤال عن المشكلات. بسأل بقول ايه؟ What's the matter؟ What's the matter؟ ما الأمر؟ أو أقول What's wrong؟ What's wrong؟ W هنا silent ما بننطقهاش، What's wrong؟ ما الأمر؟ طيب عندنا الطريقة الثالثة، Have you got any problems؟ Have you got any problems؟ هل لديك أي مشكلات؟ يبقى التلات طرق دول عشان اسال بيهم عن مشكله، ممكن نحفظ واحده جدا كويس جدا قوي منهم. تمام، بس نبقى برضو على علم بالباقي، بس نحفظ واحده كويس قوي كتابه وحفظ. طب تعالوا نشوف مع بعض بعد كده عندنا ايه. عندنا ازاي اعرض مساعده، offering help، offering help، اعرض مساعده. بعرضها ازاي؟ بقول let me see، دعني ارى، if I can help، let me see if I can help، دعني أرى إذا أمكنني المساعدة، شو تخليني كده أشوف لو أقدر أساعدك. طيب الطريقة التانية، can I help you، can I help you، هل يمكنني مساعدتك؟ ودي طبعا تقريبا أنتوا حافظينها من قبل كده كتير، فدي أسهل لكم يعني. طيب ممكن أقول كمان let me help you with، let me help you with، with دعني أساعدك ب، وبقول
الحاجة اللي أنا عايزه أو الوسيلة اللي أنا هساعده بيها. بكده خلصنا مع بعض الفيديو الأساسي اللي معانا، اللي هو اتكلمنا فيه عن المشكلة، ازاي اتكلم عنها، ازاي اسأل عنها، ازاي اعرض مساعدة عشان احل مشكلة. طب تعالوا نشوف الملاحظة اللي معانا النهاردة. بيقول ان انا السؤال دايما بيجي فيه ايه؟ offer to help. اما اشوف كاتب لي offer to help يبقى عايزني اعرض مساعدة، على طول اختار واحدة من التلاتة اللي قدامنا دول. تمام، تعالوا بقى نبدأ مع بعض التدريبات على الجزئية دي ونبدأ نحلها مع بعض. تعالوا بقى نبدأ نتدرب مع بعض على الجزئية اللي احنا اخدناها دلوقتي في الموقف. طبعا احنا بنقول نقص السؤال علشان تعرفوه لما تيجوا تجاوبهم في الامتحان وتتدربهم عليه. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي write، اكتب what you would say، ايه اللي انت هتقوله in each of the following situations، في كل من المواقف التالية. طيب اول موقف بيقول ايه؟ you see a person، انت شفت شخص looking under his car، بينظر اسفل سيارته. You want to help him، انت عايز تساعده. الموقف ده بيفيدني في ايه؟ انا لما بتدرب على موقف زي ده بعرف ان كلمة under بفتكر انها كانت معناها حرف جر تحت، يبقى ممكن يجي يقول لي ايه؟ see a person looking under his car، او looking under his desk، او looking under the table. يبقى هنا سواء بيقول لي بينظر اسفل سيارته، او بينظر اسفل المنضدة، او بينظر اسفل المكتب. you want to help him، انت بتحب عايز تساعده. هتقول له ايه؟ what's wrong with your car، what's wrong with your car، ايه هي المشكلة في سيارتك. او نقول اي حاجة من التلاتة اللي احنا قلنا عليها اللي احنا نساعد بيها الشخص اللي قدامنا. لو تفتكروا احنا اخدينها من شوية مع بعض في اهو، هعرضها اهو. وانا بسأل عن المشكلة في تلات حاجات قلناهم، احنا اخترنا منهم What's wrong with your car. طيب بعد كده عندنا، احاول انزل لكم الصور بتاعه اللي انا عاملاها دي في الانستجرام باذن الله علشان تعرفوا تتابعوها من معانا. طيب تعالوا نرجع تاني. السؤال التاني بيقول a friend asks you، صديقك بيسالك why you look worried، ليه انت بتبدو قلقان. It's because you have a problem، وده بسبب ان عندك مشكلة with using the printer، في استخدام الطبعة. طيب طبعة الكمبيوتر. هتقول ايه؟ I find it difficult، انت بتعبر عن المشكلة بتاعتك فبتقول I find it difficult، انا بجد ان ده صعب to use the printer، عشان استخدم الطبعة. السؤال الثالث you offer، انت بتعرض to help your sister، عشان تساعد اختك او اختك with her homework، في الواجب بتاعها. هتعرضي تقولي ايه؟ هتقولي can I help you، ممكن اساعدك، ودي قلنا اسهل واحدة. او نقول let me see، دعني ارى، if I can help، لو انا اقدر اساعد. يبقى الطريقتين صح، لان احنا قلنا احنا عندنا في الاوفر عندنا اللي انا بقدم اعرض المساعدة، عندي بثلاث طرق اختار منهم اي واحدة التلاتة صح. طيب تعالوا نكمل مع بعض الأسئلة. بيقول هنا إيه؟ بيقول an old man، رجل كبير عجوز، wants بيريد to cross، يعبر the street، الشارع. you want to help him، انت عايز تساعده. ممكن يقولك بدل old man يقولك old woman وهكذا. المهم الحاجة الأساسية في السؤال تبقى انت فاهمها أو انت فاهمها. ممكن نقول إيه؟ نقول let me help you، دعني أساعدك، أو can I help you، ممكن أساعدك، أو let me see، دعني أرى، if I can help، لو أنا أقدر أساعد. يبقى التلات إجابات صح. طيب number five your friend، صديقك is in trouble، في مشكلة. ask if he or she، اسأل لو هو أو هي needs help، محتاجين مساعدة. هنقول what's wrong، what's wrong، إيه هي المشكلة. احنا قلنا عندي سؤال للمشكلة في ثلاث طرق، ممكن نختار دي او اي واحدة تانية. طب عندي ايه كمان؟ ممكن نقول have you got any problems، have you got any problems، انت عندك اي مشكلات. طيب في طريقة تانية للسؤال، بيقول لي rewrite. احنا قلنا سؤالين عندنا السنة دي جديد جداد. السؤال اللي احنا عملناه دلوقتي ده احد الاسئلة اللي هو خاص بالسيتويشنز بس، والسؤال الثاني اللي هو بيقول لي rewrite، أعد كتابة the following using، التالي، مستخدما the word، كلمة أو كلمات words in practice، اللي ما بين الأقواس to give the same meaning، عشان تدينا نفس المعنى. فقال لي إيه؟ قال لي do you have a problem، هل عندك مشكلة؟ قال لي غيري فيها بس تديني نفس المعنى، بس حطي لي فيها matter.
يبقى هنقول ايه؟ هنقول do you have a problem، يعني انت عندك مشكلة، يعني بيسأل فيه مشكلة ولا لأ، فهقول له بيسألني عن المشكلة يعني، فهقول له ايه؟ what's the matter، احنا خلاص حافظينها what's the matter، هو عايز نحط كلمة matter وفي نفس الوقت نفس using the words in practice، عايز نستخدم اللي بين الأقواس to give the same meaning عشان تديني نفس المعنى. يبقى الجملة دي بتسأل عن مشكلة، هي الجملة دي بتسأل عن مشكلة، ادتني نفس المعنى what's the matter. بكده خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسوش كان معاكم الإنجليزي أسهل مع مستر سامي، دعمونا باللايك ومشاركة لأصحابكم عشان تعم الفايدة، في أمان الله.